معلش الراجل المعرس حتى لو كان يبدا يحب مرته ويموت عليها يخونها على خاطر هي زادة تحبه معناها وكل. اما الراجل المعرس يحب الراحة، يحب الاستجمام، يحب ديما كالخنقة والكل. والمرأة جينيرالمون تخرن حتى على أدفع حاجة وتحب تحكي تفاصيل اليومية متاعها والكل، دونك يهرب وإلا حاجة ما تعجبوش. وإحنا جينيرالمون الحكاية الغالطة في تونس اللي لاحظتها إنه ما يحكيوش، ما يتناقشوش لا قبل العرس لا بعد العرس. فما مساحة خاصة لكل طرف فيهم، يلزم ياخذ المساحة الخاصة متاعه ويرتاح، وهي كيف كيف. ويلزمهم يحكيوا كريمون، يحكيوا في الحاجة اللي تقلق والحاجة اللي تفرح، ويتناقشوا في النقطة الغالطة والنقطة الصحيحة والكلمة المزيانة والوردة والكادو والدنيا. دونك ما فماش في تونس، في تونس فما عشاء وفما يخدموا وفما صغار وفما ما فماش وفما جيبك الحاجة وعلاش ما هديتيش في عيد ميلادي والكادو ما عجبتنيش واللي جاست هذوكم. هذوكم أكثر حاجة تخليه يخون. أما هذا مش مبرر إنه يخون، يلزمنا ثيرابي، يلزم علم النفس موجود ديما في المجتمعات. ديجا من اكثر الحاجات الخايبه تبدا بالخيانه ومن بعد العنف ومن بعد يتعاركوا العائلات ومن بعد نوحلوا. دونك الصغار يمشيوا في العفس، دونك يطلع جيل خايب. هذاك علاش يلزم من الاول نحكيوا مع بعضنا، نمشيوا الزوز طبيب نفسي حتى ولو ما عندناش امراض نفسيه، يلزمنا الزوز نمشيوا لطبيب نفسي، يلزمنا نحكيوا، يلزمنا كل موضوع نحكي وكل نقطة نقفوا عليها. أما مش نخبي ونحكي لصاحبتي هو يحكي صاحبته اللغة ذيك، لا يلزمنا الزوز نحكي الخايب قبل الباهي. راني أنا نحب كذا، راه ما نجمش نتواصل إلا ما نعمل الحاجة هذيك، فهمت؟ كهو نصور هذيك علاش يخون. أما راه ماهوش مبرر الراجل، مانيش ناخذوا عن حب، اسمى حاجه موجوده في الدنيا الانسانيه والحب. احنا مش موجوده في تونس، احنا ما نعرسوش على الحب، احنا نعرس خاطر انت عندك خدمه، خاطر انت مزيان، خاطر انت عيونك خضر، خاطر انت منعرفش من عائله كذا. ما ناخذوش على الحب، اسمى حاجه نلوجوا عليها ديما ليه، احنا نلوجوا على الفلوس، على الماده هذه تجيب برشا مشاكل، منهم الخيانه والعنف والقتل والارهاب والتتصور في مخك. والحب يجيب الانسانيه، راه تنجم ما عندكمش فلوس ام تحبوا بعضكم، اليوم نعطيك انا، اليوم نقضي انا، مش مشكل معناه. دونك ما فماش حب، كي يبدا فما حب فماش خيانه، واللي يحب ما يخونش.